نيس يعلن إيقاف الجزائري يوسف عطال ووزير الداخلية الفرنسي بنزيما على صلة بالإخوان. أعلن نادي نيس الفرنسي اليوم الأربعاء عن إيقاف مدافعه الجزائري يوسف عطال حتى إشعار آخر، وذلك بعدما قام بمشاركة منشور يدعم فيه فلسطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقال نيس إنه يتفهم إدراك اللاعب لخطئه وقيامه بحذف المنشور، وكذلك عرضه أن يقوم بتقديم اعتذار مكتوب. وأوضح نيس في بيان: رغم ذلك وبالنظر إلى طبيعة ما تم نشره ومدى خطورته، فإن النادي اتخذ قرارا تأديبيا فوريا تجاه اللاعب، وذلك قبل اتخاذ أي إجراء آخر من جانب الهيئات الرياضية والقانونية. وقيل إن اللاعب قام بنشر فيديو لداعية فلسطيني عبر منصة تبادل الصور إنستغرام، ومنذ ذلك الحين تم حذف المنشور. وتحقق السلطات الفرنسية في اشتباه اللاعب بدعمه للإرهاب علنا، إلى جانب اتهامات أخرى. وكان نادي ماينز الألماني قد أعلن إيقاف مهاجمه أنور الغازي يوم الثلاثاء، وذلك بسبب منشور تم حذفه خلال الأحداث الجارية. وقال ماينز: الغازي أبدى رأيه في الصراع الجاري بالشرق الأوسط وهو أمر لا يقبله النادي، ومن أجل اتخاذ قرار التقى النادي مع اللاعب في جلسة مطولة من أجل النقاش. وأضاف النادي الألماني: ماينز يحترم حقيقة وجود آراء مختلفة في ذلك الصراع بالشرق الأوسط، ورغم ذلك فإن النادي يبعد نفسه عن أي منشورات بوسائل الاتصال الاجتماعي بخصوص تلك المسألة، وهو لا يتوافق مع قيم النادي. وزير الداخلية الفرنسي بنزيما على صلة بالإخوان. قال جيرالد دارمانين وزير الداخلية الفرنسي إنه على علم بوجود صلة بين نجم كرة القدم الفرنسي كريم بنزيما ومنظمة الإخوان المسلمين. وفي جوابه عن سؤال خلال مقابلة متلفزة حول استراتيجية الدولة الفرنسية لمحاربة الإرهاب، رد دارمانين: خلال الأسابيع الماضية كنت مهتما بشكل خاص بمتابعة كريم بنزيما الذي هو على صلة كما نعلم جميعا بجماعة الإخوان المسلمين. وتأتي هاته التصريحات المفاجئة بعد نشر الدولي الفرنسي كريم بنزيما منشورات تدعم سكان غزة ضد هجمات الجيش الإسرائيلي. وكان تقارير إعلامية قد أشارت إلى أن المسؤولة المنتخبة عن منطقة بوش دورون إلى تلك الدعوات، وقالت: لا يمكننا أن نقبل أن يتمكن مواطن فرنسي مزدوج الجنسية ومعروف دوليا من إهانة بلدنا أو حتى خيانته بهذه الطريقة.